حالة من الرعب بيعيشها الناس من ساعة ما انتشر خبر ظهور سفاح جديد في التجمع، بس الحكاية ليها أصل، وفي الفيديو ده هحكي لك الحكاية من أولها. القصة بدأت لما أجهزة الأمن لقت 3 جثث لبنات في طريق صحراء بورسعيد وطريق الإسماعيلية، وسبق إن عائلتهم بلغوا عن غيابهم بالتحريات، ووصلوا إلى إن ورا قتلهم هو واحد عايش في التجمع الخامس. تحس كده إننا داخلين على فيلم رعب من اللي كنا بنشوفهم زمان، وتسيب ركابنا وتطير النوم من عينينا. وقبل ما أحكي لك اللي عمله، تعال ما أقول لك مين هو سفاح التجمع. هو شاب في الأربعينات ومن محافظة الإسكندرية، ومعاه جنسية أجنبية ومتخرج من الجامعة الأمريكية. سافر برا مصر وبعدين رجع واشتغل مدرس في مدرسة دولية، يعني المفروض إنه من وسط اجتماعي كويس. كان متجوز وعنده أولاد، بس انفصل عن مراته بقاله كام سنة وما يعرفش عنهم حاجة، وده من حسن حظهم طبعا. اللي يشوفه ما يقولش عليه قاتل أبدا، شخصية هادية جدا وملهاش في الدوشة. وعشان كده أول ما أجر شقة في التجمع طلب من صاحب الشقة إنه يجهز له أوضة تكون عازلة للصوت. الطلب ده خلى صاحب الشقة يستغرب جدا، بس كان المبرر إنه مش عايز يسمع دوشة ولا صوت عالي. وفعلا صاحب الشقة نفذ له اللي هو عايزه، وما كانش يعرف إن الأوضة دي هتكون مسرح لجرائم كتيرة وأفعال وحشة. السفاح كان بيستدرج البنات بالليل لشقته، وبتبدأ رحلة الرعب في الأوضة المعزولة لحد ما يطلع روح البنت اللي تحت إيده. في الأول بيغتصبها وبيعذبها بأقصى وسائل العذاب، وكان بيستمتع بصريخ البنت وبيتلذذ وهو بيموتهم، وكان بيوثق اللحظات دي بفيديوهات ليهم وهم عرايا وبيعذبهم. وبعد ما بتنتهي رحلة التعذيب كان بيحط جثث الضحايا بتاعته في شنطة سفر ويحطهم في شنطة عربيته ويروح بيهم لأبعد مكان في صحراء. وجيرانه شاهدوا على ده، إنهم شافوا البنات بيدخلوا وما بيخرجوش، وكاميرات المراقبة فضحته. طب مش بيفكركم بحاجة؟ حكاية السفاح دي بتفكرنا بواحد اسمه أدموند كيمبر، كان عايش في كاليفورنيا مع أب وأم، وكانت علاقتهم غير سوية. الأم دايماً سكرانة وبتعمل مشاكل مع أبوه، وكانت بتعامل أدموند بمنتهى الوحشية على عكس أخته اللي كانت بتعملها كويس. ولما اتطلقت أخدت ولادها علشان يعيشوا معاها، وكانت دايماً بتتعمد تهينه وتزله طول الوقت. وبسبب معاملة أمه ليه طلع معقد من كل الجنس اللطيف، وإنها كانت بتحبسه في أوضة ضلمة لأوقات كتيرة. ولما كبر كبرت مع الأمراض النفسية، كان يتعرف على البنات ويخدرهم ويقتلهم ويغتصب جثثهم وجثثهم اللي من غير راس، لحد ما قرر انه يبلغ عن نفسه الشرطة اللي ما كانوش مصدقين ان الانسان الهادي ده هو اللي يطلع منه كل الجرائم البشعة دي. الغريب بقى في شخصية سفاح التجمع انه مش مريض نفسي، لكنه انسان سادي بيتلذذ بتعذيب ضحاياه، لا ويصورهم كمان. وفي التحقيقات في حوالي 5 مقاطع فيديو مصورين لاغتصاب البنات وتصويرهم بعد قتلهم. العلامات اللي ظهر على الجثث شرب المخدرات وإنهم بيكونوا عرايا وعلى جسمهم طعنات، وهو بيمثل الجريمة قال إن هم كتير ومش فاكر هم كام جثة. عدد الضحايا معدي 11 ضحية تقريباً على أكتر من طريق سفر، لسه بيكملوا مع التحقيق في بورسعيد. طب يا ترى هو بيعمل كده ليه لحد دلوقتي؟ مفيش سبب ظاهر ولا واضح، يعني هي عقدة قديمة ولا وقت فراغ بيقضيه ولا هوس؟ محدش عارف. تفتكروا أنتوا إيه؟ ولسه التحقيقات شغالة وهنشوف هترسى على إيه. تابعونا علشان يوصل لكم كل جديد.